أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله مولانا العظيم. كما تعودنا دائما أحبتي وإخوتي وأخواتي في الله، نفتتح كلامنا بأعظم كلام، بأجمل كلام وبأحلى كلام، ألا وهو كلام رب العزة والجلال والقدرة والكمال سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله المبين القرآن الكريم الذكر الحكيم في سورة تبارك، بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين انقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، اللهم اجعلنا واجعلكم منهم يا رب، إن الذين يخشون ربهم بالغيب، اللهم اجعلنا واجعلكم والجميع منهم يا رب، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. صدق الله مولانا العظيم. عشنا مؤخرا فاجعة وكارثة عظمى، وهو زلزال مرعب على درجة عالية من مقياس ريشتر، يعني حوالي 7.7 من يعني و 7 من المئة، ضرب تركيا وسوريا. فطبعا حدث مأساوي، فاجعة وكارثة كبيرة، خسائر مادية، وقد زهقت كذلك بعض أرواح من أعزائنا الأحباء من البشر، من الإخوان في الإنسانية، وإخواننا في يعني طبعا في جميع الأمور. نحن كبشر يعني بني البشر نحن إخوة ونحن أحبة، ونحن يجب أن يكون دائما بيننا مودة ومحبة وتلاؤم وتضامن وتعاون وإحساس متبادل، نفرح لفرح الجميع ونحزن لحزن الجميع. فطبعا هذه الكارثة وهذا الحدث الذي وقعه جليل وكبير ومحزن ومؤلم، الإنسان يفقد أحبته، يفقد أهله، أصدقاءه، عشيرته، أقرباءه، جيرانه، فحدث مؤلم، حدث والله لا أجد الكلمات المناسبة
لكي أوصل لكم ما أحسست به وما أحسستم أنتم به، لأني الكلمات لا تعبر عن ما نحس به من ألم، من حزن، من صدمة. فقد قررت أن أخرج عليكم كما تعودت دائما، وأنا يعني أعتذر لتأخيري بعض الشيء بسبب ظروف صحية وظروف عائلية خارجة عن إرادتي، فأرجو أن تدعو لنا بالشفاء وتدعو لنا بكل خير، وأتمنى لكم وأدعو لكم أنا بدوري بكل الخير، فتعلمون أنني أحبكم من كل قلبي وأتمنى لكم كل الخير، ومع دوام الصحة والعافية، وهذا أهم شيء بعد رضا الله سبحانه وتعالى. نعمة الصحة والعافية لا تضاهيها أي نعمة بعد نعمة رضا الله سبحانه وتعالى ورضا الوالدين ونعمة الصحة والعافية. فاللهم أنعم علينا وعليكم وعلى الجميع بهذه النعمة، واشفنا واشفي كل مريض في هذا العالم الضعيف الذي لا حول له ولا قوة إلا بالله. أردت أن أخرج عليكم في هذا اليوم، أن أتكلم على هذا الحدث الجلل، وهو طبعا الأمر أولا وأخيرا بيد الله سبحانه وتعالى. نحن كلنا في قبضة الله، وكلنا في يد الله، يدي الله سبحانه وتعالى أو يد الله، فنرجو العفو، نرجو الرحمة، نرجو المغفرة كذلك، ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن تكون آخرتنا يعني آخرة بستر من الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعل، سبحان الله سبحان الله، والله سبحانه وتعالى يتقبل هذا الدعاء مع رفع أذان العشاء. نستمع إلى الأذان. لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر، لا إله إلا الله سبحان الله. وأنا أدعو بهذا الدعاء، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك، ويرفع الأذان، فاللهم تقبل هذا الدعاء وخالص العمل الذي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبله ما دام خالصا لوجه الله تعالى. نستمع إلى الأذان. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو سبحانه وتعالى حي باقي لا يموت، بيد الخير والتقدير وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ونترحم جميعا ونقف جميعا يعني لهذا الحدث الجلل، ونحتسب هؤلاء الذين يعني لقوا ربهم سبحانه وتعالى وهم نائمون، لأن ضرب الزلزال في ساعة باكرة من الصباح حوالي الساعة 4 صباحا، فكان أغلب الناس نيام، فنحتسبهم شهداء، نحتسبهم شهداء، نحتسبهم شهداء عند الله سبحانه وتعالى. نقرأ الفاتحة على أرواحهم، أرجو أن تقرأوها معي، نقف جميعا ونقرأ الفاتحة. اللهم اجعلها رحمة ونور عليهم وعلى جميع المؤمنين، على جميع الطيبين في هذا العالم. بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أغفر الله لعبد قال آمين. اللهم ارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء، وتجاوز عنهم، واجعل ما تبقى من عمرنا في طاعتك يا أرحم الراحمين، وتكون آخرتنا يعني أحسن من كما نقول، واجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك. فأردت أن أخرج عليكم في هذا اليوم ونتكلم عن هذا الحدث الجلل. طبعا الأمر أولا وأخيرا هو أمر الله سبحانه وتعالى. لماذا أردت أن أتكلم في هذا الموضوع؟ لماذا أنا أخرج عليكم؟ لأن لا أخرج اعتباطا هكذا، إنما كما اسم القناة، القناة الهادفة، فهي طبعا قناة الله سبحانه وتعالى وقناة رسول عليه الصلاة والسلام وقناتكم جميعا. فكما اسم القناة، القناة الهادفة، فلها هدف ولها معنى ولها مغزى. فيجب أن نأخذ العبرة، أن نأخذ الحذر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ويحذركم الله نفسه، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماء مطوية بيمينه. صدق الله العظيم. أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أي تتحرك وتلف؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير؟ صدق الله مولانا العظيم. الحاصب يعني الريح، الصرصار، الريح العاصفة، الريح التي لا تحمل خير. وتمور الأرض عندما تتمور، يعني الأرض عندما تتحرك، وتتحرك يعني زلزال، ليس بدورانها الطبيعي. نعلم جميعا أن الأرض كروية الشكل، وتتحرك وتلف وتدور حول نفسها وحول الشمس في يعني كوكب من الكواكب، ومن كجميع الكواكب الأخرى لها، الجميع يدور حول الشمس، فهي تدور وتلف، نعم. ولكن الزلزال شيء مرعب، حركة للأرض غير طبيعية، حركة للأرض غير مناسبة وغير طيبة للبشر. فالله سبحانه وهز وهزات وتتبعها هزات أخرى. طبعا لا نريد أن نتدخل في هذه التفاصيل. ما أريد أن أقول وما أريد أن أوصله إليكم، وهو أن كل واحد منا يجب أن يعلم أن النهاية سوف تأتي في يوم من الأيام، فلن نعيش دائما مهما طال العمر، كما يقول المثل: فمهما طال الليل فلا بد من بزوغ الفجر، ومهما طال العمر فلا بد من النزول إلى القبر. فنستعد ونحسن من أعمالنا، ومن منا يعني الله، يا الله سبحانه وتعالى يعفو علينا وعلى الجميع. الكمال لله، كلنا ناقصين، كلنا عيوب وخطايا وذنوب ومعاصي. فهذه رسالة من الله سبحانه وتعالى، أنه قادر على أن في رمشة عين ينتهي الأمر، في رمشة عين. فما عسانا أن عندما نمثل أمام الله سبحانه وتعالى، ما عسانا أن نقول، وما عسانا أن كيف سوف نزكي أنفسنا أمامه، وأعمالنا لا تدل على خير. فأرجو من كل واحد منكم أن يقوم من سلوكه، من أخلاقه، من تصرفاته، من أعماله، الخصام ما بين الأحباب وبين الأصدقاء، الخصام والحروب التي نراها بين الدول وفي العالم، يجب أن ينتهي هذه الأمور، يجب أن تنتهي،
لأن في رمشة عين نحن لا نقدر على 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 شيء يبعثه الله لنا عذاب. فنحن يعني نترحم على هؤلاء البشر، هؤلاء الإخوة الأحباب الذين فارقوا الحياة وفارقوا أهلهم، ونحن لا نزكي أنفسنا لا عليهم ولا على أي حد، وهذا قدر محتوم، ونحن لا نعلم كذلك ماذا سوف يحصل لنا، الله أعلم. فأرجو منكم جميعا أحبابا وإخوة وأخوات أن يعني تصطلحوا مع الله سبحانه وتعالى. من يقترف أي ذنب، أي معصية، أي شيء مخل بالأخلاق وبالآداب ويعني طبعا لا أريد أن أجرح بكلامي أي أحد، كلنا معرضين ولسنا معصومين، وأولهم هذا العبد الضعيف المذنب الواقف أمامكم. ولا أزكي أبدا نفسي، لا أمام الله سبحانه وتعالى ولا أمامكم أبدا، إنما أردت أن أثير انتباهكم، ولأنني أحبكم وأتمنى لكم الخير. تقويم النفس، تهذيب النفس، الكلام طيب، الكلمة الطيبة كما قال الله سبحانه وتعالى، ألم ترى في سورة إبراهيم، ألم ترى كيف ضرب الله مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة أصلها ثابت وفرعها في السماء، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، صدق الله مولانا العظيم. الكلمة الطيبة، المعاملة الطيبة، التسامح، المساعدة، الإيثار، التآخي، التضامن، المحبة، مساعدة الفقراء، وكما قال الله سبحانه وتعالى، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلوات وإيتاء الزكوات وكانوا لنا عابدين، صدق الله العظيم. ونحن في هذه الأشهر الطيبة، شهر رجب كما أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام قائلا، رجب شهر الله، شعبان شهري، ورمضان شهر أمتي، فمن صامه لمحبتي وجبت له شفاعتي. فنسأل الله إذا ما كان في العمر بقية أن يبلغنا هذا الشهر بمزيد من المغفرة والثواب، وأن يرحم هؤلاء الشهداء ونحتسبهم عنده سبحانه وتعالى شهداء، هؤلاء شهداء ذهبوا عند الله بإذن رب العالمين مغفور لهم بإذن رب العالمين. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ونرجو منه وندعوه أن يرحمنا في الدنيا وفي الآخرة ونتقبل أعمالنا. لا أريد أن أطيل عليكم كثيرا، أرجوكم أن تنتبهوا لتصرفاتكم، أن تسامحوا بعضكم البعض، المسامح كريم، وهذه الخصومات التي نراها بين البلدان والحروب وكذا، كفى حروبا وكفى خصومات، ضربة من الله سبحانه وتعالى واحدة تقسم ظهورنا جميعا، كأننا لم نكن. والله سبحانه وتعالى أعطى أمثلة في القرآن الكريم، قوم عاد وقوم ثمود وقوم صالح إلى آخر الآيات، وقوم سيدنا نوح والطوفان، وهنا نحن وصلنا إلى الزلزال. إلى أين سوف نصل؟ إلى أين يعني بربكم سبحانه وتعالى، أستحلفكم بالله، إلى أين سوف نصل إذا استمر الوضع على ما هو عليه، بالكراهية والبغض وارتكاب المعاصي والفواحش وعدم الخوف وعدم الأخلاق، لم تعد هناك أخلاق لا في البيوت ولا في الشوارع إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فأرجوكم الانتباه، الكلمة مهمة. فقد سأل على ما أتذكر سيدنا سعد بن معاذ
أو معاذ بن جبل رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: أو يؤاخذ الناس بكلامهم يا رسول الله؟ يعني الله سبحانه وتعالى سوف يحاسبنا يوم القيامة على أعمالنا، إنما عندما نتكلم في الدنيا فهو مجرد كلام، يعني ليس هناك أي إشكال على حسب اعتقاده. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، أو يكب الناس على مناخرهم، يعني في جهنم، إلا حصائد ألسنتهم. اللسان أولا، والمعاملة الطيبة والتسامح، وتنتهي هذه الحروب وهذه الخصامات وهذه النزاعات التي بين الدول والتي في العالم. كفانا، سوف مهما طال العمر سوف ننزل إلى القبر، فسوف الجميع سوف يموت، كلنا سوف نموت، لن يبقى أحد، فلماذا نستعجل الموت في الحروب؟ بل الجميع سوف يموت، انتهى الأمر. لماذا نستعجل الموت؟ الحروب والدمار الشامل والأسلحة النووية والكيميائية والأسلحة البيولوجية إلى غير ذلك، هل هذا لائق؟ هل هذا صائب بالأحرى كمصطلح؟ هل هذا صائب؟ الله سبحانه وتعالى خلقنا وكرمنا. الله سبحانه وتعالى قال: ولقد كرمنا بني آدم في سورة الإسراء، وحملناه في البر والبحر، ورزقناه من الطيبات، وفضلناه على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العظيم، كرمنا الله سبحانه وتعالى، وقال: كلوا من طيبات ما رزقناكم. ها، الله سبحانه وتعالى حتى في سورة الله سبحانه وتعالى حتى في هذه السورة التي افتتحنا بها الكلام، وهي سورة تبارك، قال سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أي تتزحزح وتدور وتزلزال، الزلزال. نجانا الله ونجاكم، نسأل الله أن تكون آخرتنا مستورة، وتكون وفاتنا، يعني الله أعلم كيف سوف تكون، نتمنى أن نتوفى يعني وفاة مستورة، الله يسترنا في الدنيا والآخرة. فلا أريد أن يعني أطيل أكثر مما قلت محمد، لا أريد أن أطيل أكثر مما قلت، أظن أن الرسالة وصلت. أتمنى لكم كل الخير، كل عام وأنتم بخير، بمناسبة طبعا قدوم كذلك شهر شعبان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا الشهر الكريم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. مسك ما نختم به كلامنا، وهو كلام الله سبحانه وتعالى، فأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم، يحفظ أولادكم، وأن يدخل عليكم هذه الأشهر المباركات بالصحة والعافية يا رب العالمين. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، في محكم تنزيله المبين، في سورة الكهف: المال والبنون، بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. صدق الله العظيم. مسك الختام: لا إله إلا الله محمد رسول الله، في أمان الله وحفظه ورعايته. شكرا يا دعاء، في أمان الله.